السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نرحب بكل الأخوة والأخوات الحضور، أهلا وسهلا بكم بالدورة التدريبية للتعليم المتزامن وغير المتزامن. حقيقة اليوم راح يكون منهاج الدورة اليوم الثاني عن الجوجل كلاس روم، واجهة التدريس بصورة غير متزامنة. راح نتطرق إلى عدة أمور، منها إنشاء الصف الإلكتروني وكل الإعدادات العامة والخاصة الموجودة، وبعدها راح ندخل إن شاء الله للماتيريال المحتوى الإلكتروني ونشوف أكو هناك تطبيقات تساعدنا شلون توصل المادة العلمية أو المحتوى الإلكتروني بطريقة بحيث تنجح فيها العملية التعليمية إن شاء الله في من جانب التعليم الإلكتروني. تمام. بداية قبل ما أدخل إلى تفاصيل الصف الإلكتروني، أكو موضوع يعني جدا ضروري وإن شاء الله نشوف أكو اهتمام به بالأيام الجاية. الشغلة جدا مهمة وشفنا بها بداية، واجهنا الكل بها صعوبة بداية جائحة كورونا، هي قاعدة البيانات. من بدت الجائحة مشان عندنا الوصول الى الطالب بطريقه جدا سهله، ما عندنا معلومات كافيه، اللي هي ابسط شيء الايميل الجامعي اللي من خلاله نقدر نضيفه الى الجوجل كلاس روم. فواجهنا صعوبه بالبدايه انه ما عندي قاعده بيانات للطالب، وبنفس الوقت انا اشوف انه ضروري انه كل التدريسي ايضا قاعده بيانات، اسمه، ايميله، الكونتاكت نمبر. هاي امور جدا ضروريه نحتاجها حتى من خلالها يكون عندي فد قاعدة أقدر أعتمد عليها سواء في الوقت الحاضر أو بالمستقبل. عادة بالخارج الطالب لما يسجل راح يكون عنده ماتريك نمبر، أوكي، ومن خلال هذا الماتريك نمبر راح نشوف به مجموعة أرقام أو حروف، طبعا كل حرف أو رقم راح يمز إلى فد سنة معينة، إلى صف دراسي، إلى كلية معينة، تمام. فمن خلال هذا الماتريك نمبر من الطالب يراجع الى مثلا التسجيل، وحده شؤون الطلبه، او اي مكان هو يحتاج به، راح يشوف مجرد انه ينطي هذا الرقم، تمام، راح يشوف به مجموعه تفاصيل عن هذا الطالب، منها الكرنت ستاتس، الحاليه لهذا الطالب، اذا كان مثلا مجموعه تفاصيل عن اسمه، ايميله، الكونتاكت نمبر، العنوان، الامور اللي كلها تحتاجها الجامعه او القسم. وبنفس الوقت نلاحظ انه عنده مثلا كيو ار بار، وهذا طبعا جدا ضروري، نتمنى انه نشوف مثل هيك تقنيات موجوده بالنسبه للطالب اللي موجود عندنا بالجامعات العراقيه، يعني اقل شيء اقدر استخدمها بالامتحانات الالكترونيه، مو من ناحيه الرصانه، انه ما يدخل امتحان الكتروني بدون ان يعرف بهويته عن طريق الكيو ار كود. بهالحاله راح يكون الامتحانات قدر المستطاع رصينه، تمام، وتكون العمليه التربويه، العمليه التعليميه ناجحه، وبنفس الوقت محافظين على المستوى التعليمي بالجامعات العراقيه. فبدايه اريد نحكي على الجي سويت اللي هو الايميل الجامعي. حقيقه الجي سويت هو مساحه لادوات الحوسبه السحابيه، هو مجموعة من البرمجيات والمنتجات المطورة اللي تكون إدارتها من قبل جوجل السحابية، اللي هو الجي سويت اللي موجودة بالوقت الحاضر. عادة المجموعة الجي سويت هو الشورت فورم من الجوجل سويت. الجي سويت هو الشورت فورم من الجوجل سويت، عبارة عن سلسلة من التطبيقات المستندة إلى السحابة الرقمية اللي تقدمها شركة جوجل. احنا ملاحظين انه الجوجل طبعا به مجموعة كبيرة من التطبيقات كلها تخدم العملية التعليمية سواء كان الطالب والأستاذ، وخاصة لاحظنا من صارت الجائحة كورونا كان الجوجل حقيقة هو منقذ للعملية التعليمية. الكثير من التطبيقات استفادينا منها، وحقيقة اكو الكثير من التطبيقات ما كانت بها فد اداء جيد، او مثلا آلية عملها كان بإشكال، بس بعد الجائحة لاحظنا أنه صار أبديتنج كلش قوي
وحتى نلاحظ انه دائما اكو فد كونتاكت ما بين الجوجل وما بين اليوزر، يقدم له اذا كانت اكو فد مشكله يقدم على الاقل سوليوشن او يعطوهم وعد انه راح يسوون امبروفمنت كذا شهر. فنلاحظ اكو فد امكانيه جدا كبيره للجوجل اللي ساعدت العمليه التعليميه خلال هذا الوقت بانه تكون قدر المستطاع تهيئ بيئه تفاعليه من خلالها تنجح بها العمليه التعليميه. تمام. بالنسبة للخدمات الجي سويت الموجودة، لاحظوا هو مثل ما ذكرنا مجموعة تطبيقات، وهاي التطبيقات ما تحتوي على إعلانات مثل ما ملاحظين أنه أكثر التطبيقات اللي ننزلها على الموبايل بحيث تكون بها advertising إعلانات بحيث تكون مزعجة إن حقيقة، بينما بالتطبيقات الجي سويت ماكو من هذا الشيء، ماكو في إعلانات تكون مضايقة بالنسبة لليوزر. بالنسبة للعدد المستخدمين للحساب الجوجل ازداد في أواخر عام 2019 بحيث وصل أنه يكون 90 مليون مستخدم إذا كان طالب أو أستاذ حول العالم، صار عليه إقبال وخاصة في الوقت اللي ظهرت جائحة كورونا. بالنسبة للإصدارات الجي سويت اللي منها ممكن ملاحظيها انه اكو الجي بيسك، الجي بزنس، الجي فور ايدوكيشن، والجي انتربرايز. طبعا كل اصدار يتميز بفيتشرز تميزه عن الاصدار الثاني، تمام، مجموعه فيتشرز بحيث هذا الاصدار يتميز عن الاصدار الاخر. وهاي كل الاصدارات بالنسبه للجي سويت او نفس الايميل الجامعي ممكن أن يشارك بمثل هذه الأنواع من الإصدارات، تمام. حتى بالنسبة للبيرسونال أكاونت ممكن يحصل مثل نوع مثل هذه الإصدارات، بس بالمقابل راح يكون اكو بيمنت دفع راح يكون مانثلي حتى يقدر يحصل الفيتشرز الموجودة بكل إصدار يشارك به. الإصدار الأخير اللي ظهر بالأواخر 2020 اللي هو الإسينشال، هذا الاسينشال يتميز بسلالة، يعني يكون بسهولة انه يشجع على العمل المنصة التعاونية جيدة بحيث من خلالها يكون سهولة الوصول الى البريد الالكتروني ونظام التقويم الموجود عندنا. وان شاء الله راح نتطرق لهذا الموضوع ان ندخل الى الجوجل ميت والزوم شلون نقدر نستفاد من نظام التقويم ونربطه مع جوجل ميت و الزوم. بالنسبة للتطبيقات اللي موجودة بالحساب الجيميل حقيقة كثيرة جدا كثيرة، بس إذا ملاحظين أنه من هذه الإصدارات اللي كانت أكثر استخدام اللي موجودة مثلا عندي الجوجل درايف اللي من خلالها أكو فد كونتاكت ما بين الجوجل كلاس روم وما بين الجوجل درايف، وأيضا ممكن أن تخزن كثير من الملفات والفولدرات في هذا الجوجل درايف، ممكن خلال سوفت شبكة داخلية تقدر تملي بها المعلومات لمجموعة من الأشخاص في آن واحد. الكثير حقيقة من الفوائد اللي نقدر نستفاد من التطبيقات الموجودة في الجوجل. أكو الجوجل دوز اللي هو قريب مثل المايكروسوفت وورد، أيضا يكون آلية عمله أونلاين. الجوجل شيت اللي هو مثل الأكسل وبإمكانيات أيضا جدا كبيرة. الجوجل فورم واستخدمناه بكثرة حقيقة خلال الوقت السابق حتى نسجل بحضور طلاب، حاليا نستخدمه لنسجل مثل كاستمارة إلكترونية نجمع بها المعلومات أو الحضور اللي بالنسبة إلى ورشة أو دورة معينة. الجوجل سلايد اللي هو شبيه بالنسبة للبرزنتيشن الجوجل سايت، وأيضا نقدر ندخل إلى الجوجل ميت، تذكر هذا التطبيق اللي موجود فقط في الحساب الجامعي، تمام. إذا رحنا على البيرسونال أكاونت راح نروح نشوف هذا النوع من التطبيق الجوجل ميت ما متوفر بالجوجل كلاس روم، فنقدر نقول إنه هذا الشيء يميز الحساب الجامعي عن البيرسونال أكاونت، صار تحديد بالنسبة للجي سويت بتوفير الجوجل ميت مباشرة، تمام. إذا نجي على فد مقارنة بسيطة ما بين الجيميل والجي سويت،
من ناحية الملكية. حقق الإيميل الجامعة أو الجي سويت اللي يديره أو اللي يتحكم بكل الفيتشرز الموجودة به في حال أنه أنت تريد تضيف أو تحسن فد ميزة معينة، هو آدمين. آدمين مسؤول عن هذه المنصة سواء كان تيتشرز أو ستيودنت أو أي شيء أنت تحتاج تضيفه هذا الميزة أو لهذا الإيميل. حتى لو تريد تغير مثلا البروفايل، لاحظت مثلا أول ما أخذنا الإيميل الجامعي بالنسبة للMTU كانت أكو مثلا إشكالية إنه شلون أقدر أضيف أو أغير البروفايل، فبهالحالة ما عندي إمكانية إنه أضيف صورة إلا سوف الكونتاكت مع الأدمن وتبلغ عن المشكلة اللي أنت تواجهها، وبهالحالة راح يفيدك إنه يحسن أو يحل المشكلة اللي أنت تواجهها. بينما الجيميل لا، أكو إمكانية بسهولة أضيف أو تغير الكثير من الأمور اللي تحتاجها بالبيرسونال أكاونت. من ناحية قابلية التوسع، حقيقة أول شيء إذا أريد نجي على الستورج التخزين، القابلية جدا كبيرة بالنسبة للإيميل الجامعي، بحيث من خلال تقدر تحفظ الكثير من الملفات الفولدرات وكل الأمور الخاصة بالعملية التعليمية. بينما البيرسونال أكاونت لا، راح يكون محدود فقط 15 جيجا بايت، وإذا تريد تحصل على مساحة أكثر فبهالحالة راح يكون تحتاج إلى دفع مبلغ معين، تمام، يكون شهري. من ناحية الجوجل كلاس روم، يعني هذا اللي أقدر أشوفه أو أشاركه وياكم، يكون جدا مميز، يشجعنا على استخدام الحساب الجامعي. إنه بالنسبة إذا اعتمدت أو أريد أضيف تيتشرز لكل كلاس بالنسبة للإيميل الجامعي، أكو إمكانية إنه يكون بالحساب الجامعي 20 تيتشر بالكلاس الواحد، تمام، وبالبيرسونال أكاونت نفس الشيء نفس الفيتشرز. بينما الكلاس بمبر التيتشرز والستيودنت بالنسبة للإيميل الجامعي، أكو إمكانية إنه نضيف 1000 طالب، وخاصة الأقسام اللي بها عدد الطلاب جدا كبير، تمام، فتحتاج إلى الإيميل الجامعي تستخدمه، بهالحالة راح تحوي كل عدد الطلاب الموجودين عندهم. بينما الإيميل البيرسونال أكاونت الإيميل العادي إمكانية الحد 250 طالب، وهي بصراحة واجهناها في قسم التقنيات الإلكترونية، عدد طلابنا ما شاء الله جدا كبير، فنحتاج إلى استخدام الإيميل الجامعي حتى يكون كل طلاب المرحلة موجودين في جوجل كلاس روم. بالنسبة للكلاسز يو كان جوين، وهي أيضا واجهناها المشكلة، إنه بالإيميل الجامعي إمكانية إنه يكون 1000، تمام، تقدر يصير عندك جوين. بينما البيرسونال أكاونت لا، فقط 100 ماكسيمم 30 في اليوم الواحد. الكلاسز يو كان كرييت، ماكو هنا اي نو ليميت، تقدر تسوي العدد اللي انت تريده او تحتاجه، تمام. بينما الكلاسز الموجوده بالبيرسونال اكاونت لا، هي 30 لكل يوم. الكلاسز بامبر انفيتيشن يو كان سين، الانفيتيشن اللي انت ترسلها الى طلابك راح تكون بالايميل الجامعي، هي 500، تمام، بير داي او بير تيشر. بينما بالعادي، وهي واجهناها احنا بقسم التقنيات الالكترونيه، انه بالايميل العادي 100 وراح يقفل الحساب، لازم ننتظر 24 ساعه حتى نجدد عمليه الانفيتيشن لبقيه الطلاب. فاذا استخدمنا جي سويت راح يكون منقذ، وممكن نضيف اكبر عدد ممكن من الطلاب الى الصفوف الالكترونيه. وذكرت ايضا من ناحيه الستورج انه تكون نوت ليميت، بينما البيرسونال اكونت لا، راح يكون له 15 جيجا بايت فقط. اذا نذكر المقارنه الاخيره من ناحيه الباك اب النسخ الاحتياطيه، انه بالنسبه للبيرسونال اكونت اذا حذفت اي شيء، تمام، فما راح اقدر استرجع. بينما بالجي سويت لا، اكو امكانيه انه تتواصل مع الادمن وتقدر تسترجع المحتويات اللي حذفت. تمام، ما هو صف جوجل الدراسي؟ حقيقة الجوجل هو تطبيق، تمام، وهذا التطبيق بسيط الواجهة، إذا ملاحظيها إحنا جدا بسيطة وبإمكانيات، بالرغم من الإمكانيات البسيطة
بس ممكن من خلاله انه يهيئ فد بيئه تعليميه تكون قدر المستطاع شبيهه بالصف التقليدي. يعني انا بالصف التقليدي احتاج الى وايت بورد، مو داتا شو، احتاج الى الماركر، مو حتى اشرح فيها الماده للطالب. اذا جينا على الجوجل كلاس روم في مجموعه تابات، هاي التابات مهيئه او مقسمه بحيث بامكانيه الوصول به سهل وقدر المستطاع يكون موضحه للطالب بطريقه سهله وسلسه بحيث يقدر يوصل الى الماده التعليميه بصوره جدا بسيطه. إذا نقدر نقول إنه هذا التطبيق نوعا ما من خلاله أقدر أهيئ الكثير من الأمور، هسه راح نشوفها من خلال التابات تتوفر بالكثير من الأمور اللي من خلالها أقدر أضيف، إذا كان مثلا ملف أو يوتيوب أو أشارك بمثلا إعلان أو تبليغ، كل هاي الإمكانيات موجودة. يعني أفضل ما أشتت الطالب كذا ميديا كذا تطبيق، ومن خلال هذا التطبيق الجوجل كلاس روم أقدر أهيئ كل هذه الأمور. وممكن بنفس الوقت أقدر أستعمل مجموعة تطبيقات سبورت، أكو هيك إمكانية من خلالها حتى توصل المادة التعليمية بصورة كاملة. تمام، يساعد الجوجل كلاس روم الطلاب والمعلمين على تنظيم الواجبات الدراسية وزيادة التعاون وتشجيع المزيد من التواصل بين الطلاب. حقق الكثير من التطبيقات اللي من خلالها نقدر نزيد أو نخلي أكثر بيئة تفاعلية في الصف الإلكتروني، وإن شاء الله راح نتطرق على هذا الموضوع، المحتوى الإلكتروني اللي نقدر نقدم من خلال مجموعة تطبيقات عن طريق الجوجل كلاس روم. هذا التطبيق، أو يقول لماذا صف جوجل الدراسي؟ أكو مجموعة تطبيقات يستخدموها، بس ليش كان الاختيار على صف جوجل الدراسي؟ أول شيء سهل الاستخدام، مثل ما ذكرت واجهة سهلة، إمكانية الوصول جدا بسيطة، وأعتقد أنه من السهول حتى لو شخص ما عنده إمكانية بالحاسبة أنه خلال فترة بسيطة يقدر يتمكن من هذا التطبيق. جعل التدريس أكثر إنتاجية وتعاونا وفعالية، إنشاء الواجبات وطرح الأسئلة. نلاحظ أكو من خلال التابات اللي موجودة اللي هو الكلاس وورك، تمام، من خلال هذا الكلاس وورك أقدر أقدم كل المحتوى التعليمي اللي أنا أحتاجه، سواء كان واجب أو إذا كانت مادة تعليمية أريد أشاركها مع الطلاب، إذا أريد أعرف الحضور، إذا أريد أضيف مصدر أفيد به طلابي، تمام، كل هذه الأمور اللي من خلال هي البيئة المناسبة للطلاب موجودة في هذا التطبيق البسيط. التغذية الراجعة واللي هي حقيقة من الأمور جدا مهمة، ونتمنى أنه يكون عندنا أو دائما نشجع على استخدام هذا النوع، أنه رغم أنه ما طلاب أو ممكن نقول هم طلاب، ما أحد أغلب الأساتذة يقول هذا الشيء، بس ممكن من خلال الكومنتات اللي أحصلها أقدر أحسن فد شيء بالمحاضرة مالتي، أو أقدر أستفاد من نقطة ينبهني منها الطالب، فالتغذية الراجعة جدا ضرورية. الأفضل في إدارة التعلم بدون أي تكليف، مثل ما ذكرت بسيط ما يحتاج إلى أي تكليف. العمل في أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز، هذا تطبيق متوفر إذا دخلنا على أي براوزر موجود في الحساب الجوجل، أو ممكن نوفره في مساحة نشوف الإمكانية الوصول لهذا التطبيق بالهاتف، سواء كانت الأندرويد أو الهواتف الأخرى، وموجود هذا التطبيق ومتوفر وتثبيته جدا سهل. التنظيم حسب المواضيع، الموضوع اليوم والأسبوع، راح نشوف الواجهة كلاس وورك شلون أقدر أنظمها بحيث تكون إمكانية الوصول إلى أي شيء يحتاجه الطالب بطريقة جدا سهلة وواضحة، وبكثير من الامكانيات اللي هي الاكستنشن اللي ممكن تضيف شيء نقدر نقول حلو، او مثلا يشجع الطالب على ان يدخل للصف جوجل كلاس روم. نظام الزملاء، اضافه معلمين اخرين، به امكانيه انه اشارك الماده مالتي. عاده احنا كل ماده يدرسها مثلا استاذ او استاذين او ثلاثه، ممكن نخلي اكثر من استاذ في كلاس صف جوجل كلاس روم، موجوده هذه الامكانيه، ومثل ما ذكرت ممكن اسوي انفيتيشن الى 20 تيشرز.
نصائح لتهيئة صف جوجل الدراسي، حقيقة لازم تكون ببداية العام الدراسي، إنه يعني من الضروري جدا إنه يكون تهيئة تخطيط لصف جوجل كلاس روم، أهيئ المحاضرات، أهيئ الصف، بحيث يكون عندي ما ياخذ وقت إن تبدي السنة، تمام، ويكون احتمال ارتباك، أو مثل ما صار هسه بداية بدينا بتعليم مدمج بعدين رجعنا إلى الإلكتروني وهكذا، يعني نلاحظ أنه الكثير من الأمور مو مستقرة، فنشوف من الضروري جدا هي أرتب أخطط الكثير من الأمور قبل بداية العام الدراسي. كلما كان الجوجل كلاس روم أكثر تنظيم من البداية، كل ما كان صفك مبسط وأكثر فائدة لكل المستخدمين. بالنسبة للجوجل كلاس روم، إذا ردنا الانضمام إلى جوجل كلاس روم، أكو أكثر من إمكانية مثل ما ذكرت، إنه ممكن تستخدم البراوزر أو ممكن إنه تطبيق تضيفه بالموبايل مباشرة. تمام، هسا راح نشير وياكم للبراوزر. تمام، أول شيء إذا أريد ندخل إلى جوجل كلاس روم، إذا ملاحظين هذا الأكاونت وهذه موجودة مثل البوكس اللي لاحظوه أو النايت دوت، أضغط عليه راح نشوف هذه مجموعة التطبيقات راجعة إلى حساب جوجل، وممكن نبحث عن الجوجل كلاس روم، موجود تطبيق من ضمن هذه التطبيقات تضغط عليه وراح تدخل إلى الجوجل كلاس روم، أو ممكن تايبنج جوجل كلاس روم، تمام، موجود، مجرد تضغط عليه وراح تدخل إلى الجوجل كلاس روم، تمام، أو ممكن ندخل على الابليكيشن الموجودة هنا، الداشبورد الموجودة، عدد متوفر كثير من التطبيقات، مجرد تضغط على الكلاس روم الموجود وندخل إلى مجموعة الكلاسات اللي موجودة عندك، تلاحظ كل الصفوف اللي موجودة عندك راح تظهر. إذا جينا على السيتنج الموجودة عندي على الجهة الموجودة اليسار، هنا راح تكون تظهر عندي كلاسز، كل الكلاسز اللي أنت المنظمة إلها سواء كانت تيتشرز أو ستيودنت، تمام، فإذا كنت مثلا ستيودنت راح تكون هنا تو العفو، هنا راح تكون عندي تيتشرز، راح تكون تو ريفيو اللي تحتاج إلى قدم فد تكليف إلى طلابك أو فد عمل معين تريده، تمام، راح يظهر عندك هنا التكاليف اللي انت تقدمها للطلاب، واذا كان طالب ايضا راح تظهر اللي هي التودو اللي هو المطلوب من الطالب، تمام. بالنسبه للصفوف الاركايف اللي بعد ما تنتهي السنه الدراسيه نحتاج الى نسوي ارشفه لهذه الصفوف الدراسيه، وان شاء الله راح نشوفها بالسلايد القادم شلون اقدر استفاد منها بالسنه الجديده من الصفوف المؤرشفه، المعلومات اللي موجوده عندي او اللي استخدمتها وسائل او المصادر او كل اللي خليته بالكلاس وورك شلون اقدر استفاد من عنده بالسنه الثانيه. نجي على السيتنج اللي موجوده هنا، هاي العامه نقدر نقول اعدادات عامه للجوجل كلاس روم، يعني اول شيء نشوف هنا البروفايل، تمام، هذا هو الايميل عادي، تمام، هو الحساب الجامعي، وان شاء الله راح ندخل على الحساب الجامعي لتغيير البروفايل. بدايه كان الطلاب نلاحظ انه كانت عندهم صعوبه شلون يقدر يغير البروفايل والاسم، تمام، هي من الاعدادات العامه. اذا نجي على التاب الثاني هي النوتيفيكيشن الاشعارات، اذا في حال ترغب انه تكون تستقبل ريسيف ايميل نوتيفيكيشن مجموعه اشعارات من الايميل. إذا نجي على الكومنت راح نلاحظ كذا اوبشنز اللي هي منها الكومنت on your post راح يجيك إشعار، أو مثلا الكومنت ذات mention you في حال إنه انذكر اسمك راح يجيك إشعار، مجموعة يعني حسب اللي أنت تشوفه مناسب أو ترغب له، تمام، تفعله والأمور اللي تشوفها إنه غير مناسبة ممكن تخليها أوف، أو مثلا البرايفت كومنت on work أنا أشوف جدا هذه كومنت ضرورية، أكو طلاب يتحرج أو ما يحب يسأل سؤال يكون بابليك
فممكن يرسل لك برايفت كومنت من خلال تعرف مشكلته، او ممكن يستفاد من عنده بالاختبارات الالكترونيه، انه ممكن يقول تم او سلمت الاختبار، فراح يكون عندك علم بهذا الموضوع انه الطالب انجز التكليف اللي انت طلبته من عنده. الكلاسز يو ار انرولد ان، الكلاس الصفوف الالكترونيه اللي انت انضميت لها ايضا فيها مجموعه notification انه الwork and other posts from teachers، اذا كان اي تكليف من teachers يجيك notification، او return work and grade from your teachers في حال انه الاستاذ قيم العمل او التكليف اللي انت قدمته راح يجيك notification، الinvitation to join classes as a student، الدعوه اذا اجتك من الاستاذ، وهاي كانت بالبدايه ايضا مشكله حقيقه انه ندز الانفيتيشن للطالب راح يقول ما وصلتني اي دعوه، فكانت عنده مشكلة بالإعدادات العامة إنه هذه كانت off، لذلك ما راح يستقبل أي invitation من التيشرز. Due date reminder for your work، وهي أيضا جدا ضرورية إذا كان مكلفة أنت طالب بد مهمة معينة، تمام، فبهالحالة راح يرسل له دائما reminder يذكره إنه هذا اليوم هذا الوقت عندك تكليف أو مهمة واجب عليك ترسلها للتيشر. The classes you teach، الصفوف اللي انت درسها هنا كتيشر، اللي submission of the student work، من تقدم فد مهمة للطالب والطالب سلمها في وقت متأخر راح يصير عندك notification، وأيضا resubmission of the student work في حال طالب عاد تقديم التكليف راح يكون عندك فيه علم، وأيضا موجود فيه كثير من الإمكانيات موجودة بال somehow الهيستوري، تلاحظ انه كم مره سوى سبمشن، فبحال راح يكون اكو امكانيه يكون عندك علم بالمرات اللي سوى بها الطالب سبمشن. انفيتيشن تو بوست تيشر كلاسز، ايضا لاحظ هذه البوتم الموجوده، وسكجول بوست ببلش اور فيل، في حال انه انت سويت فد سكجول لمحاضره معينه، فلما تظهر يصير بها بوست للصف مالتك راح يصير عندك نوتيفيكيشن في حال صار اكو فد فشل او اخفاق في اظهار البوست اللي انت تريد يظهر للكلاس مالتك، راح يصير ايضا عندك نوتيفيكيشن. هاي نقدر نقول عليها الاعدادات العامه بالصف، واكو ايضا امكانيه ندخل الى الكالندر، تمام. اذا رجعت على الكلاسز، هاي كل الصفوف اللي انت منضم بها كتيشر او ستودنت. اذا جينا على البلاس الموجود هنا، مجرد نضغط عليه اكو تو اوبشنز اللي هي جوين كلاس والكريت كلاس. بالايميل هذا العادي راح نلاحظ انه تو اوبشنز، تمام، بينما بالايميل الرسمي ممكن انه ننطي فد علم للادمن بحيث يلغي مثلا بالنسبه للطالب يكون عنده ماكو هذه الامكانيه انه كريت كلاس، مجرد فقط انه join class. ليش؟ مثل ما قلت الفيتشرز او اي شيء يريد نحذفه ونحسنه هو الشخص الوحيد المسؤول عن هذا الشيء، ادمن الايميل الرسمي، تمام. فاذا جينا على الايميل عفوا الكلاس، نضغط عليه اكو مجموعه اذا تنشوف هنا مثل الشروط، بعد الموافقه عليها راح يصير عندي كلاس، فاني مجرد راح تضغط عليه راح يصير عندك كلاس جديد. هنشوفكم الكلاس اللي موجود هنا مثلا التيست، ونشرح عليه كأنه ما صار هسه هذا عندي الكلاس، تمام. اذا اريد اجي على الاعدادات الخاصه بهذا الكلاس، مثل ما ذكرت انه هو تطبيق، وكل تطبيق بي سيتنج مجموعه من الامور نحب نهيئها، او مجموعه من الاشياء تريد تظهر للطالب، او اشياء تكون نشوفها مو ضرورية تخفيها عن الطالب. فإذا جينا على الإعدادات الخاصة، هذه هي الإعدادات الخاصة اللي هي بداية نشوف الأمور اللي تتعلق بالصف، اللي هي الكلاس ديتيلز، بداية اسم الصف أو اسم المادة اللي أنت مكلف تدرسها، تمام، تعطي اسم المادة، إذا تحب تعطي فد وصف معين لهذه المادة، تمام، الكلاس ديسكريبشن، تذكر المرحلة أو مثلا السنة الدراسية اللي أنت تدرس بها هذه المادة، تمام. السكشن هي عادة تكون نذكر بها القسم، مثلا قسم التقنيات الإلكترونية، المعهد أو الكلية،
عندي الروم في حال مثلا نقسم الطلاب إلى مجموعة شعب أو مثلا فروع، بحيث يكون كل شعبة راح تكون لها فد تحب تعطيها رقم معين وهكذا. عندي مجموعة، لاحظ أنه الجنرال هذه خاصة بأيضا مجموعة من الأمور هسه راح نشوفها، اللي هي مثلا عندي خاصة بالكود الانفايت كود، تمام، اللي من خلاله هنا أكو إمكانية تكون تر أون، أو مثلا تحب يكون يتغير الكود بين فترة وأخرى ممكن تسوي له ريسيت، أو مثلا يكون أوف. كل هذه الأوبشنز موجودة عندي بالمانج انفايت كود، وأيضا ظهرت هاي الإمكانية حقيقة جديدة لاحظناها بعد فترة، إنه أكو إمكانية نرسل اللينك اللي موجود هنا، تمام، ونشاركه مع الطلاب، وبهالحالة راح يكون إمكانية الوصول إلى جوجل كلاس روم بطريقة جدا سهلة. وأيضا هنا نلاحظ الكلاس فيو اللي هي ديسبلاي كلاس كود، مجرد نضغط عليه راح يكون لاحظ يظهر، ممكن نستعمله مثلا ثلاثة شو، أو مثلا إذا محاضرة على زوم طالب ما يعرف الكود ممكن نظهره بهالطريقة بحيث يكون واضح. وأيضا ممكن نحصل على الانفايت لينك من عن طريق هذا الاوبشن اللي هو كلاس فيو. إذا دخلنا على الستريم اللي هي أول تاب موجود، تمام، ممكن إنه تخلي الستودنت في إمكانية كومبوست أند كومنت، ممكن يكون تعليق أو يسوون بوست لمنشور معين، أو ممكن لا تخلي الستودنت مجرد فقط يضيف تعليق، أو ممكن تخلي أونلي تيشر فقط الأستاذ هو اللي يسوي بوست أو كومنت، أو مثلا مجرد فقط كومنت. يعني هي راجعة حقيقة يكون حسب الأستاذ واللي يفضل هذه مجموعة من الستريم. إذا كلاس ورك أون ستريم، في حال إنه دخلت في الماتيريال معينة، تمام، أو أي من الأساينمنت الموجودة اللي راح نلاحظها بكلاس ورك، وطريقة شلون تظهر عندي بالستريم أيضا موجودة عندي مجموعة أوبشن، أما إنه تخلي شو أتاتشمنت أند ديتيلز كل التفاصيل تظهر، أو مجرد إنه فقط نوتيفيكيشن اشعار بالستريم انه صار عندي فد ماتيريال موجوده بالكلاس وورك، او ممكن يسوي اخفاء للنوتيفيكيشن. الشيء الاخر اللي هو الشو ديليت ايتم، هاي حقيقه يعني ضروري يعني اشوفه، يعني من الناس اللي صارت لي بالعام الماضي انه كانت عندي اوف، تمام، فمن امسح فد ماتيريال معين ما راح اقدر استرجعها، بينما اذا صارت اون لا تقدر تسترجعها بسهوله، بينما اذا اوف لا مستحيل اي طريقه راح تحاول ما راح ترجع اي شيء انت حذفته بالجوجل كلاس روم. هذه ميزه جديده ايضا ظهرت اللي هي الجريدنج، وان شاء الله يعني شجع قدر المستطاع هذه السنه لو الكل يستفاد من هذه الميزه، انه ان شاء الله راح ندخل بتفاصيلها بالمحاضره الجايه، شلون اقدر اضيف الدرجه لكل طالب بصوره تلقائيه بحيث ما يحتاج انه تاخذ وقت وجهد من التدريس. سويت انا بحقيقه بالتدريب الصيفي استفادت من عندها، مباشره اعرف التقييم لكل طالب باعتماد على فد مجموعه امور شفناها انه ضروريه تطبق خلال التدريب الصيفي، واكو نوعين الكاتيجوري انه الويت او التوتال بوينت، وان شاء الله راح نتطرق لها بتفاصيل اكثر. اذا نجي نعبد بصوره سريعه، اذا على اختارين الويت كاتيجوري، انه اذا قسمنا على حضور وواجب وامتحان وانطينا نسبه بحيث النتيجه تطلع عندي من 100، فهذه الحاله جريد راح تتفعل على كل الواجبات او التكاليف اللي انت تحتاجها من الطالب، كانت حضور او واجب او امتحان، كل وحده راح يحسب النسبه مالتها بصوره تلقائيه، وبهالحاله راح تظهر عند الدرجه النهائيه بدون ما تاخذ من عندك اي وقت او جهد، خاصه بالنسبه للاقسام اللي تكون عدد الطلاب جدا كبير. هاي بالنسبه للسيتنج السيف، او ممكن تسوي كانسل. تمام.
قبل ما أدخل بالمحتوى الإلكتروني نشوف بداية الكلاس الموجودة بالإعدادات العامة. إذا أردنا نشوف الفرق ما بين التيتشر والستودنت، إذا رجعنا على الكلاسز الموجودة هنا، راح نلاحظ إنه مثلاً الصف هذا، إذا أنت كتيتشر تدريسي لهذا الصف الدراسي، راح نلاحظ هذه مجموعة الدور، ونلاحظ بها مجموعة أوبشن اللي هي منها الموف، ممكن تحرك بأي مكان مناسب. تشوفها راح تلاحظ هذه الليستة تطلع، وتقدر تحركها بالمكان، أو ممكن تنظم الصفوف الإلكترونية بطريقة ما تحب ترتبها اللي أنت منظم بها كلها. تمام. إذا جينا على الأوبشن الثاني، إنه مثل ما ذكرت في الإعدادات موجودة عندي إمكانية إنه أسوي invitation عن طريق لينك، وأيضا ممكن عن طريق الثري دوت اللي موجوده هنا اكو امكانيه اسوي انفيتيشن الى طلابك. اكو الايديت اللي هي ممكن تسوي فد اعاده تسميه، هاي كل الامور اللي شفناها من سوينا بدايه كريت نيو كلاس، احتاجين الى مجموعه امور تعريفيه للصف. تمام. فمن خلال الايديت اذا في حال احتاجيت تغير فد سنة مثلا دراسية أو معلومة أو تريد تضيف شيء معين بالنسبة للكلاس، أكو هذه الإمكانية عن طريق الإيديت الموجودة بالكريدور. الكوبي أيضا أكو إمكانية إنه نقدر ننسخ هذا الصف، ما سويت لكم حقيقة هذا الصف مثلا الموجود عندي حتى بس لياخذ وقت من عندنا. إذا سوينا نسخ هذا الصف راح تجي المحتويات اللي أنت ضفتها خلال العام الدراسي. تمام. بس راح يجي بدون الكو تيتشر الموجود وياك، وايضا بدون الطلاب. فبهالحاله راح يصير عندك امكانيه جدا من خلال سهل عملك انه الصف اللي استخدمته في العام السابق تقدر تستفاد من الماده التعليميه اللي انت ضفتها، وبهالحاله تسوي نيو انفيتيشن اذا كان الكو تيتشرز، وايضا بالنسبه للطلاب. وبهالحاله تقدر الماده الموجوده عندك تستفاد منها وتقدر تسويها عليها إديت بسهولة بدون ما تهيئ من جديد وياخذ من عندك وقت أكثر. فإذا لاحظنا هسه هذا إذا دخلنا على التدريب الصيفي، لاحظنا التيتشرز مثلا البيبل. تمام. وإذا قارناه مع الكابل الموجود، لاحظ الفرق أنه مجرد بقيت التيتشر. تمام. وبدون أي تفاصيل أخرى بالنسبة للستودنت، ولاحظ بالنسبة للمحتوى الموجود المحاضرات أو الأسابيع المتواجدة بها الطلبة خلال التدريب الصيفي موجودة مثل ما هي. فنقدر نستفاد من الكوبي الأوبشن الموجود بالجوجل كلاس روم. بالنسبة للأركايف، لاحظ هنا حقيقة بعد ما ينتهي العام الدراسي شوف ضروري إنه أسوي أركايف أرشفة للصفوف الإلكترونية. تمام. وبهالحالة من الأرشفة خاصة الصفوف الامتحانية حتى بعد ما ينتهي الامتحان بنفس اليوم نقدر نسوي الأركايف، وبهالحالة ما راح يصير عنده إمكانية الطالب يدخل إلى
الصف الإلكتروني، يعني نوعا ما نقدر حتى نحافظ على خصوصية الصف الإلكتروني الخاص بالامتحان. وإذا كمادة دراسية ممكن نسويها أركايف بالنسبة للسنة اللي قدمت فيها هذه المادة، ونقدر نستعيدها في العام الدراسي الحالي. بس إذا سويت لها أركايف راح تنتقل إلى الأرشفة اللي مثل ما ذكرت في الإعدادات العامة موجودة عندي كلاسز، ومنها الأركايف كلاسز. تقدر تدخل على الأركايف كلاسز الموجودة هنا، راح تلاحظ مجموعة الصفوف اللي أنت سويت لها أركايف، ممكن تستعيد هذا الصف مجرد تسوي ريستور موجود هنا، أو ممكن تسوي له ديليت تمحي إذا شفت إنه بعد ما بي ما تهتم بيه أو المعلومات الموجودة مو ذاك الفائدة، أو ممكن تستعيده بكل سهولة. بس راح يرجع إلى مجموعة الأكتف كلاسز اللي موجودة عندي في الواجهة. أقدر عندها أتأخر لأن يصير عندي الحاسب بها ثقيلة، التابات تتحرك عندي بصعوبة. إذا جينا هنا نذكر فوائد الأرشفة ونسخ الصفوف، أنا ذكرت حقيقة الفائدة من الأرشفة، بس حتى يكون عندكم أو ممكن تستفادون من هذه الأمور بصورة أفضل، إنه ممكن أرشفة الصفوف مثل ما ذكرت ممكن استخدامها مرة ثانية، يمكن لنسخ الدروس أن يستعيد كل المواد والواجبات باستثناء الطلاب والدفعة مثل ما شفناها بعد الكابي. كل شيء المعلومات الموجودة بالنسبة للتيشرز الكو تيشرز والستيودنت اختفت، راح يبقى عندي بس المحتوى التعليمي اللي موجود بالكلاس وورك. المواد التي لا يمكن نسخها الإعلانات حتى بالستريم أو الدفق الموجود الواجهة الأولى أو التاب الأول بالنسبة للجوجل كلاس روم، إذا كان مثلا تبليغات أو تعليمات أنت مخليها بالنسبة لهذا الصف الدراسي راح تختفي، ما راح تكون من ضمن الأمور اللي صار بها نسخ. مواد الدرس اللي تم حذفها ايضا بهالحاله ما راح يصير بها اي كوبي. الطلاب مثل ما ذكرت المعلمون المساعدون اي شيء موجود بالستريم ايضا ما نقدر نسوي له كوبي، ما عدا الكلاس ورك كل المحتوى التعليمي راح تقدر توصل له وتستفاد منه. إذا جينا على هذا الصف الدراسي بعد ما عرفنا الإعدادات العامة وعرفنا الـ Create Class أو الـ Join Class إن شاء الله نتطرق له بالمحاضرات الجاية، راح نشوف ندخل على الواجهة بالنسبة للكلاس. مثل ما ذكرت أول شيء هو عندي الستريم أو يسموه الدفق اللي هو الواجهة هذه اللي من خلالها يستفاد المعلم إذا كان أي تبليغ أو إعلان، أو حتى أيضا مثل ما ذكرت بالنسبة للإعدادات الخاصة النوتيفيكيشن الخاصة بالمحتوى التعليمي ممكن أن تظهر بهذه الواجهة. ومن هذه الواجهة أيضا إذا ضغطت عليها تلاحظ هنا أي إعلان أنت استعملته سابقا أكو إمكانية أن تسوي الإيديت أو ممكن ريوز تستعمله مرة ثانية وتعيد صياغة بعض الأمور اللي تحتاجها. تمام، إذا جينا على التاب الثاني اللي هو الكلاس وورك، هذا الكلاس وورك من خلاله بإمكانية جدا كثيرة تقدر توصل المحتوى التعليمي بصورة كاملة، وإن شاء الله نتطرق لهذا الموضوع بالتفاصيل من خلال الكريت. ونلاحظ للكريت بها مجموعة أوبشن من خلال تقدر تحصل على أنواع مختلفة من الاختبارات سواء كانت ملتي تشويس تقارير مشاريع أو مثلاً عمل جماعي تحب تقدمه للطلاب، كل هاي الأوبشن موجودة عندي بالتاب الثاني اللي هو الكلاس وورك. أو أيضاً ممكن إمكانية تضيف الماتيريال، هسا راح نشوف شلون نقدر نضيف
المحتوى الإلكتروني بالنسبة لجوجل كلاس روم. الريوز بوست مثل ما ذكرت بالستريم الجاب الأول، في حال إنه أنا سويت فيد منشور أو تبليغ معين ممكن أسوي الريوز، وأيضا ممكن أروح على الكلاس روم ونقدر نسوي استعمال ريوز بالنسبة للمنشور أو تبليغ سابق. بالنسبة للتوبك، حقيقة التوبك هسه حنتطرق لهذا الموضوع، الترتيب بالنسبة للصف الإلكتروني جدا ضروري. ذكرت أنه تكون إمكانية الوصول للطالب مفهومة وسهلة، وبحيث نقدر استفاد من كل المحتويات اللي أنت مخليها، تمام، بحيث يكون كل هذه المحتويات الموجودة واضحة ومرتبة بطريقة تكون الطالب يستفاد من هذه الأمور الموجودة بالتاب الثاني اللي هو الكلاس وورك. ما شاء الله سنح ندخل على هذه التفاصيل ونشوفكم الأمور اللي من خلالها شلون أقدر أنظمها، خاصة بالوقت الحالي اللي لاحظ أكو توجه شلون أنسق ما بين الجزء النظري والعملي بكلاس واحد. بكلاس واحد يعني يحتاج أسوي كلاسين، واحد جزء نظري واحد خاص للجزء العملي، لا هو كلاس واحد، ومن خلال هذا الكلاس أنظمه بطريقة بحيث الطالب يوصل إلى المادة بصورة كاملة. إذا جينا على التاب اللي بعده اللي هو البيبول اللي موجود في جزئين، اللي تيتشر، تمام، وأيضا بإمكانية نسوي انفايتيشن في حال أستاذ ثاني للمادة، وذكرنا أكو إمكانية 20 invitation بالنسبة للتيتشر سواء كانت personal account أو بالنسبة للإيميل الجامعي. وكذلك نلاحظ بالتاب الثاني بالنسبة للpeople هم student، من خلالها راح تسوي invitation عن طريق اللينك أو عن طريق الكود مثل ما ذكرت بالإعدادات الخاصة لجوجل Classroom. الأخير التاب اللي هو ظهر مؤخراً اللي هو grade، وإن شاء الله بمحاضرة ندخل لجريد بتفاصيل أكثر من خلال هذا الجريد، بعد ما نضبط بالإعدادات الخاصة نوع الجريد اللي أنت تفضله من خلاله تحصل على الدرجة النهائية للطالب سواء كان الويت كاتيجوري أو التوتال بوينت كاتيجوري، راح تلاحظ الدرجة النهائية لكل طالب، وأكو بإمكانيات إنهم شلون يسوي امبورت بالنسبة للدرجات لكل طالب موجود في جوجل كلاس روم. فحتى أشوفكم هنا مثلا نموذج بالتدريب الصيفي بعد ما استخدمنا الجريد، هذا هو التقسيم، كان مثل ما شفتوا الويت كاتيجوري، وهاي الدرجات لكل طالب كان حسب مثلا التقارير عندي نطيتها نسبة معينة، الواجبات كلها هو كلها حسب بصورة تلقائية، الاختبارات اللي مسويها، المحاضرات كان الحضور عليها نسبة معينة، فحسب كل هذه الأمور اللي خليناها عشان نقدر نقسم او نحصل على الدرجه النهائيه للطالب، وبالاخير حصلت بكل سهوله الدرجه اللي يستحقها كل طالب خلال فتره التدريب الصيفي، من خلال نقدر نقول انه هذا الطالب مستوفي او غير مستوفي في التدريب الصيفي. نرجع على موضوع جدا مهم اللي هو حقيقة ضمن المنهاج اليوم الأول، شلون أقدر أرتب الصف مثل ما ذكرت، خاصة سأكون اهتمام أنه يكون الجزء العملي أيضا الإلكتروني، فبهالحالة راح نشوف شلون أقدر أنظم الصف بحيث تكون المادة التعليمية كاملة بالنسبة للجوجل كلاس روم. أنا ذكرت إنه من خلال كلاس ووك أكو إمكانية أمور من خلالها تهيئ الصف الدراسي بصورة متكاملة، فمن خلالها ذكرت التوبك، إذا أجينا على الكريت، تمام، عندي التوبك، مجرد أضغط على التوبك راح أقدر أكتب مثلا إنه هذه
الجو الخاص، مثلا نكتب محاضرات الجزء النظري، اوكي، ومثلا راح اكتب هسه محاضرات او المحاضرات النظريه، تمام. راح يتقسم الصف بهذا الشكل، محاضرات نظرية، أو مثلا كان الترتيب بالنسبة للتدريب الصيفي أنه كان الأسبوع الأول، أنظمه بهذا الشكل، أو مثلا نخلي توبيك ثاني الأسبوع الثاني، ونخلي مجموعة المحاضرات كلها بالنسبة للمحاضرات النظرية نفس الشيء، تمام. نخلي مجموعة المحاضرات النظرية بعد هذا التوبيك، كل شيء يخص المحاضرات النظرية تكون بعد هذا التوبيك، وهكذا. بعدها أقدر أستفاد إنه أضيف المحاضرات الخاصة بالجزء العملي، أيضا أقدر أسوي create وأضيف المحاضرات الخاصة بالجزء العملي. ممكن نقسمه بصورة أوضح أفضل بحيث يكون مرتبة، تمام. نخلي في التوبيك اللي هو حضور الطلاب، حتى إمكانية وصول الطالب سهلة، وأيضا للأستاذ يكون إمكانية الوصول إلى كل هذه الأمور بسهولة، وأيضا يكون منظم ومريح نفس الوقت. نخلي حضور الطلاب توبيك، تمام، ونخلي كل المحاضرات اللي هم حضروها خلال مثلا نظم حسب الشهر الأول أو الثاني أو الثالث، حسب اللي أنت اللي تشوفه مناسب للمادة تخدم بها العملية التعليمية ممكن تنظمها. نخلي مثلا الواجبات أيضا نخلي له توبيك، أوكي، ونخلي كل مجموعة أو الواجبات اللي أنت سويتها خلال فترة التدريب الصيفي أو خلال الفصل الدراسي الأول. الاختبارات، كم اختبار أنت سويت مثلا خلال الفصل الدراسي الأول، ممكن تنظمها بهذا الشكل. وأيضا ممكن نضيف مصادر، يعني بالنسبة للطلاب اللي يحبون يشوفون مثلا مصادر أخرى ويحاول يطور من نفسه، ممكن أخلي هذا الشيء المصادر، أو من نفس المصادر اللي أنا استخدمتها من خلالها هيئة المحاضرات، سواء كانت الجزء العملي أو النظري، ممكن أضيفه هنا إذا كان كتاب، أو مثلا حتى هي المحاضرة نفسها أو الملزمة اللي موجودة بالنسبة لهذه المادة، ممكن أضيفها تحت هذا العنوان اللي هو المصادر. وبالنسبة إذا لاحظتوا هاي الإيموجي، بس حتى يكون بها ترتيب، وممكن يكون التشويق للطالب يشوف شيء مريح مرتب، مثل ما نشوف الصف أو تقليدي، انه من يدخل القاعه، تمام، اكو سبوره، او ممكن اكو اذا كان جزء عملي مختبرات، لوحات تعليميه من خلالها يستفاد الطالب. نحاول نهيئ فد بيئه نوعا ما تكون قريبه للواقع الحقيقي، بحيث من خلال هذه البيئه الافتراضيه الطالب يكون عنده يكون تشويق، او ممكن ترتيب لكل الأمور اللي يحتاجها بالصف التقليدي. فإذا جينا على نشوف هذه الإيموجي، تروح تقدر حسان طايفة هنا بالإكستنشن الموجود عندي مجموعة إيموجي، ممكن تضغط عليها، أو حقيقة هواية تقدر تضيف اللي يشوف أنت مناسب. هاي كل الأمور تقدر تضيفها عن طريق إذا جينا هنا إديت، نضغط على هاي الثري دوت تلاحظها، تمام. الرينيم تكتب مثلا الأسبوع الأول أو الجزء النظري، تمام. نضيف هذه الإيموجي، تضغط على الإيموجي اللي موجودة هنا تختارها، راح يصير بها نسخ، وتقدر تغلق الاكستنشن الموجودة. هاي الاكستنشن تقدر توصل لها عن طريق اذا ملاحظون هنا هذا البراوزر، هذه الابلكيشن الموجودة، تضغط عليها، اكو الويب ستور، تمام، وتقدر تختار او تضيف الاكستنشن اللي تحتاجه انت بالصف، اي شيء ايموجي أو مثلا اتندنس أو الأمور اللي تشوف إنه تكون ضرورية تكمل أو تضيف، يعني الترتيب بالنسبة لصف الإلكتروني ممكن نضيفه عن طريق الإكستنشن الويب ستور.
أكو شغلة جدا مهمة هي الاتندنس. الاتندنس حقا ما أريد ندخل تفاصيل جدا كثيرة بالنسبة لي، راح تكون بالمحاضرة الثانية بعد الاتفاق مع الدكتورة إن شاء الله. بس أمور نحب نشاركها وياكم، إنه ممكن تستفاد من الكريت الموجودة هنا، اللي هو عندي أعتقد أول أوبشن، اللي هو العفو ثاني واحد كان عندي الكويشن ثالث واحد، ممكن تستفاد من عنده، ومن خلال هذا الأوبشن الموجود الكويشن سوف إمكانية تحصل على الحضور يكون متزامن للطلاب الموجودين عندك بالمحاضرة الموجود هنا عندي بالسلايد. احنا سوينا بالتوبيك عنوان خاص بالنسبة لحضور الطلاب، ونقدر نستخدم الكريت question وتسأل مثلا are you online on today، تسأل فيكون عندك احترام yes او no، او مثلا تقول I'm here and ready to learn، تمام، فالحاضر راح يسجل yes او يختار انه I'm here. وايضا تقدر drop بالكريت ويسجل الحضور بالنسبة للطلاب المتواجدين بالصف، هاي من خلال متابعة الحضور عبر الإنترنت. وأكو إمكانية ممكن تستخدم الجوجل شيت، مثل ما ذكرت أكو تطبيقات هواية موجودة بالجوجل، تقدر تستخدم الجوجل شيت ترتبها الأسماء الطلاب المحاضرات الأيام، وتقدر تسجل حضور نقدر نقول بدون اتصال بالإنترنت لطلاب المرحلة. أو ممكن طريقة أنا استخدمتها حقيقة بالتدريب الصيفي، يعني شفت بها أكثر فائدة، أنه من شفنا أنه نحتاج إلى تقييم الطلاب، إذا أريد أجي على الحضور قبل ما أعرف حقيقة أكو جريد واستفاد من عنده بصورة تلقائية، فأجيت على كل الاستمارات الحضور اللي سويتها خلال الفترة الحضر بالبداية، فشفت انه صعوبة اشوف مجموعة الغياب والحضور خاصة على الطلاب من كل هواية، فكانت طريقة متعبة ولاحظت انه ما بيها فد تنظيم مو مريحة، فكانت بالتدريب الصيفي فكرت بطريقة وممكن اشاركها وياكم، انه بس كل شيء كان شار وياكم موجود. هذه التدريب الصيفي تمام، نروح على بالنسبة لحضور الطلاب، وخليت هذا الشيت مجموعة كودات موجودة بالإنترنت، مجرد ربط بسيط بحيث أقدر أعرف الحضور بصورة مستمرة لكل الأيام اللي حضروا بها الطالب، يعني بدون ما أستعمل كل مرة استمارة شكل ليوم شكل أسبوع شكل، وبهذا حصل كل الصعبة عملية التقييم بالنسبة للطلاب. فشفت إنه هذه الطريقة أفضل وتكون أهم حق للطالب، يكون يعني أحسن يأخذ حقه بالنسبة للحضور بصورة صحيحة بدون ما يصير عندي أي خطأ بالنسبة لتقييم الحضور. فشفت إنه أول شيء خليت نوع الدراسة صباحية أو مسائية، today date هو راح يحدد اليوم اللي بيه المحاضرة، وإمكانية إذا طالب مثلاً غلط، يعني أكو طلاب ينسى الوقت أو مثلاً ما فهم هذه today date، خاصة بالبداية واجهت هذه المشكلة، أكو إمكانية تعدلها بحيث يكون الكل عندك حضور بالنسبة لهذا اليوم. وتخلي أسماء الطلاب، كل ضروري إنه أخلي أسماء كل الطلاب الموجودين عندي، يعني بيها فد إحنا نقول فائدة من أخلي أسماء الطلاب، أكو إمكانية من خلال هذول أسماء الطلاب تترتب حضورهم بطريقة جداً مريحة. فإذا سويت أكسس على بالنسبة للريسبونسز الموجودة عندي، بعد ما جتني لاحظ ريسبونس الردود بالنسبة للطلاب، هاي كانت الردود خلال لاحظ فترة التجربة الصيفية، هذا كله أنا ما راح أستفاد من عنده، بس قلت إذا كان أكو طالب مثلا غلط بالنسبة لـ Today Date ممكن تغيرها منه، أكو هذه الإمكانية وسهل جدا. بالنسبة للحضور هذا صار عندي بصورة مستمرة وواضحة ومريحة، أشوفها كلش مريحة.
وأكو إمكانيات تخليها إن شاء الله هالسنة نحاول نكملها بحيث تكون إن شاء الله كاملة ومفيدة. يعني مثلا نشوف إنه الاسم، أحدد الديت اللي حضر وقت المحاضرة اللي كانت عندي أسبوعيا، تمام، ومن خلال اللي هو اللي دخل على الاستمارة، وإذا كان حاضر أكيد راح يسوي تيك، تمام، وإذا ما كان حاضر ما راح يسجل أي شيء، فيظهر عندي الأكس بصورة تلقائية. فبهالحالة يكون عندي جدا سهل ومريح أعرف الطلاب اللي حضروا عندي بهذا اليوم والطلاب الغياب. طبعا هاي الألوان من طريق يعني كانت أكو كود معين، هذا صح والخطأ بداية، إنه هو عبارة عن أري فورمولا، تمام، وسوينا فد شرط معين، إذا كان من الفورم ريسبونسز حضر الطالب راح يكون عندي صح، أو إذا ما كان هذا الطالب موجود بالفورمات الاستجابة أو الردود راح يظهر عندي هذه العلامة اللي هي الخطأ الأكس الموجود عندي، تمام. وبالنسبة للألوان كانت أعلى بس أول كولوم، وبقية الكولوم مجرد هولد ودراج، سحبتها غيرت الديت وصارت عندي تظهر بصورة تلقائية حسب الوقت المحاضرة أو يوم المحاضرة، حسب الديت بالنسبة للمحاضرة راح يصير عندي الحضور يظهر بهذا الشكل. وكان حتى بس أميز يكون شيء مريح للعين، إنه أخليه فد ألوان تكون أكثر مريحة أو واضحة بالنسبة لي. تروح على الديت الموجود، ديت هنا الموجودة، أكو موجودة مجموعة سيتنج عفوا بالفورمات الكونديشنال فورمات، وتقدر تغيرها بالطريقة اللي أنت تشوفها مناسبة، أو ممكن تبقيها صح أو خطأ. بس بهالحالة يكون عندك الترتيب بالنسبة لأيام المحاضرات سهل، وإمكانية الوصول إليها جدا، أو ممكن جمع المعلومات بصورة جدا بسيطة. ممكن نطورها نخلي مثلا التوتال الأيام اللي صار بها حضور الطلاب لكل المحاضرات حتى تكون أفضل وأدق. ممكن نستخدم مثلا هيك أمور تسهل علينا عملية الحضور خلال التعليم الإلكتروني، تمام. حتى أنا أكو بعد موضوع جدا مهم أريد أدخل بيه، أكو قبل المحتوى الإلكتروني أريد أحشي على التطبيق اللي يشوفون إنه جدا ضروري وممكن يخلي بيئة تفاعلية إضافة إلى جوجل كلاس روم اللي هو جوجل جروب. يعني من بعض لاحظناها إنه أشخاص يحبون يسوون ربط ما بين الجوجل جروب و الجوجل كلاس روم، باعتبار انه الجوجل كلاس روم اذا لاحظته بالسيتنج انه الاستاذ يمكن ما يحب يشوف مجموعه بوستات، او ممكن يلغي فقره الكومنتات، ممكن نستعرض عن التليجرام، تمام، ونقدر نفعل الجوجل جروب، تدخل عليه وتسوي مجاميع مثلا شعب او مرحله، تمام، وكل مرحله راح يكون بها فد جروب خاص بها، من خلالها تسوي فد بيئه تفاعليه، وبهالحاله يكون فد مكمل، جزء مكمل بالنسبة للجوجل كلاس روم. تمام، هذا سؤال هيك الاستطلاع، نشوف إذا كان انتباه يمكن نقول بالنسبة للمحاضرة، يستطيع المعلم إعداد دونات الطالب يتمكنوا من النشر والتعليق على صفحة الدفع، فمن أي إعدادات ممكن يصير عندك بيرمشن للطالب بإمكانية يسوي بوست وكومنت في نفس الوقت من الإعدادات العامة أو من إعدادات الصف، ما ذكرتها بالمحاضرة أي الإعدادات تكون خاصة بهذا النوع بالنسبة للبرميشن الخاص بالبوست والكومنت. إذا نجي على المحتوى الإلكتروني، حقيقة المحتوى الإلكتروني هو عنصر جدا مهم حتى نشكل بيئة تعليمية تفاعلية ممكن إدارتها ونتعامل وياها عن طريق الكمبيوتر والتطبيقات اللي هي سبورت بالنسبة للتعليم الإلكتروني. حتى مثل ما ذكرت تكون في بيئة نوعا ما قريبة من الواقع الحقيقي اللي يحضر به الطالب للصف للقسم
ويتابع بالمحاضرات بالنسبة لكل محاضراته خلال العام الدراسي. بالنسبة للخصائص المحتوى الإلكتروني حقيقة كثيرة، من خلالها نقدر نقول بأنه يتضمن وسائط متعددة تدعم عملية التعليم، والكثير من التطبيقات اللي تساعد التدريسي بحيث تكون مهمة التعليم الإلكتروني نوعا ما سهلة. يعني أكو مثلا أمور شفتها كانت قبل، مثلا تامة بداية الجائحة كورونا ما كان بيها إمكانيات نقدر نستفاد، كانت جدا بسيطة، وحتى يكون ب إيرور ما تقدر تستخدمه بطريقة سيف. هسه ألاحظ بعد ما صارت الجائحة صارت الإمبروف جدا كبيرة، وظهرت تطبيقات كثيرة كلها تساعد إنه يكون التعليم الإلكتروني نوعا ما يساعد أو يكون منقذ بالنسبة للوضع الحالي اللي نعيشه بسبب الكورونا فيروس. يوفر المزيد من الروابط التشعبية والمصادر الخارجية اللي من خلالها تعطي فد رغبة للطالب إنه يتعلم من خلال الإمكانيات المتوفرة حاليا. غير مكلف ماديا مقارنة بالمحتوى التقليدي والورقي، ممكن تكون من خصائص المحتوى الإلكتروني. سهولة تحديثه وتطويره بأي وقت. يراعي الفروق والاختلافات بين الطلاب حيث يتعلم كل طالب حسب سرعته الذاتية. ممكن أكو طلاب يكون لهم خجل أو ممكن ما عنده فد ليفل بحيث يستوعب الأمور، تختلف الإمكانيات بيناتهم، فبهالحالة ممكن يكون مراعي لهذه الفروق اللي تظهر ما بين الطلاب. سهولة الوصول إليه بأي وقت وأي مكان، طبعا تخدم الناس اللي يكون عندهم فد مشغولين أو ما عندهم وقت يكونون يحضر إلى المحاضرات في وقته، فيخدم ولحد ما تفهم الناس أخذهم يشجعون هذا النوع من التعليم، يخدم الوضع اللي هو يعيشه. إمكانية التكيف والتخصيص يعتمد طبعا كل شخص، وممكن نقول يشوف هذه خصائص مميزة بالنسبة للمحتوى الإلكتروني، ممكن شخص لا يشوف إنه هذه خصائص ما تخدم الوضع أو التعليم بصورة عامة. بالنسبة للمحتوى الإلكتروني ذكرت إنه الكثير من الإمكانيات الموجودة بهذا التطبيق البسيط اللي من خلالها يوفر هذه البيئة التعليمية نوعا ما تكون متكاملة. فمثل ما ذكرت بالنسبة للتاب الثاني الكلاس وورك، في كل هذه الإمكانيات عن طريق الكريت أو الأسايمنت ومختلف الاختبارات سواء كانت المالتي تشويس أو مثل ما ذكرت تقارير شغل جماعي، إذا كانت مشروع من خلال شلون تقدر تقيم طلابك بطريقة جدا سهلة. ايضا اذا كان اعاده استخدام المشاركه مثل اللي ذكرت الماتيريال، شلون راح اضيف ماده، وهسه ان شاء الله راح اشوف لكم اياها شلون اقدر اضيف ماده واسوي عليها تطبيقات تساعد انه الماده تكون اكثر مشوقه، ونقدر من خلالها نامل بانه الطالب استفاد من المحتوى اللي انت ضفته بصف جوجل كلاس روم. وايضا شوفنا التوبيك اللي موضوع شلون اقدر اقسم الصف بطريقة بحيث الطالب يفهم المحتوى اللي أنت مرتبة بالنسبة والمفردات راجعة بالنسبة للمادة سواء كانت مصادر حضور اختبارات وغيرها. تمام. حقيقة بداية الجائحة كانت أول شيء نستخدمنا الجوجل كلاس روم باعتبار انه صرنا تعليم الكتروني، كنا نخلي انه بي دي اف تمام او باوربوينت ننزلها بالكلاس ورك، وقلنا انه هذا هو التعليم الالكتروني. حقيقه التعليم الالكتروني اذا كان ملف سواء بي دي اف او برزنتيشن ما كافي حتى نقدر عليه انه نقول انه هذا تعليم الكتروني، من خلال الطالب يفهم المحتوى اللي انت قدمته له، الماده اللي انت تشرحها. يعني المادة بالضرورة جدا تخليها تضيف لها فد فويس، أو مثلا سبب الوقت اللي صار عليه تشجيع إنه تستخدم الزوم أو الجوجل ميت حتى توصل المادة. نقدر نضمن بأنه كل الأشياء اللي أنت مخليها بالمادة توصل للطالب بطريقة جدا صحيحة.
يعني هسه مثلا ابسط شيء، يعني اعطينا هذا البرزنتيشن لاي شخص ما راح يقدر يفهم الامور مثل ما شخص يشرح لي اياها. اكو امور يمكن ما نقدر توصلين لنا الفكره او الصوره واضحه 100%، مثل ما نخليها فويس، او مثلا نخلي المحاضره ان تكون اونلاين مباشره، بحيث يكون اعرف المشكله اللي واجهتك حاليا، او ممكن تكون مداخلات تضيف لي بعض الامور تحسن، او ممكن استفاد من الكومنتات اللي احصلها، فراح تكون البيئه التفاعليه افضل بكثير انه مجرد تكون PDF او برزنتيشن، حيكون جامد وما تعتبر انه تعليم الكتروني. الطرق البدايه استخدمنا التعليم الالكتروني، وبعدين بدنا نسوي يوتيوبات، تمام؟ من هذه الطرق كثير حقيقه، وكثير من البرامج، كل شخص حسب التطبيق اللي يشوفه مناسب اللي من خلاله يحصل على المحتوى الالكتروني فيديو. يعني من عندنا استخدم السكرين ريكوردر، اكو استخدم تطبيقات في الموبايل شوفه انه تأدي الغرض، من خلالها يحصل على محاضره فيديويه، او شفنا بعض الكثير من ورش الدورات اللي صارت خلال العام الماضي استخدموا نفس المايكروسوفت باوربوينت، من خلاله حصلنا على محاضرات فيديوية. وحقيقة الكثير من التطبيقات تعتمد كل شخص واللي يشوفه مناسبة، وبالنسبة إلي شيء سهل من خلاله يحصل على فيديو وقت، أو نقدر من خلاله نحصل على المحتوى الإلكتروني الفيديو بطريقة سهلة ومفيدة بالنسبة للأستاذ والطالب. فقبل ما أدخل على الطريقة اللي حضرتكم إياها هنا بالنسبة للمحتوى الإلكتروني، التطبيقات الاثنين اللي من خلالها نقدر نقول التعليم الإلكتروني يكون بطريقة ومثل عنوان دورتنا، دورة التعليمية، الدورة التدريبية عن التعليم المتزامن وغير المتزامن. راح اشوفكم المحتوى الالكتروني شلون يكون غير متزامن. تطبيقات تكون مفيده بحيث تخلي ممكن تشجعنا على، او تشجع الطالب يكون عنده انتباه، تشويق للماده اللي خليناها بجوجل كلاس روم، تخلي عنده رغبه انه يكتسب مهارات او يتعلم شيء جديد من الماده اللي قدمناها هي عن طريق الجوجل كلاس روم. حقا التطبيقات كثيرة، بس اللي أقدر أشاركه وياكم اثنين من هذه التطبيقات، هو الإيد بازل والجوجل فورم نفسه اللي استخدمناه بكثرة. بالنسبة للـ H5P ممكن تستخدمه، بس يحتاج إلى بروسيس، تمام؟ فأنا حقيقة استعرضت عن هذني، وممكن استفاد من الاثنين الموجودة، الإيد بازل والجوجل فورم. اثنيناتهم تقدم فد محتوى تفاعلي ومفيد نقدر نستفاد منه، ويقدم فد ماده تعليميه مشوقه تكون بالنسبه للطالب، بنفس الوقت نضمن انه الطالب اطلع على المحتوى اللي انت قدمته له. يعني انت تنزل يوتيوب، احنا نلاحظ ان ننزل يوتيوب بالبدايه، بعد ما صار التوجه انه نبتعد عن البي دي اف والبرزنتيشن، صارت محاضرات فيديويه، نشوف الفيو جدا قليله، الا ان تسال، او حتى مثلا تسالهم شفتوه يقول اوكي تمام، بس من تروح على الفيو ماكو فد تفاعل، او او ممكن يقول فد كومنتات بالنسبه للفيديو اللي انت قدمته. فمن خلال هاي التطبيقات الاثنين نقدر نضمن انه الطالب طلع على الماده التعليمية اللي انت قدمتها، المحاضرة اللي انت نزلتها بهذا اليوم، تمام؟ فهسه اشوفكم نبدي بالجوجل فورم، وبعدها ان شاء الله على الايد بازل، شلون اقدر اضيفها او استفاد من هذه التطبيقات واحملها بالجوجل كلاس روم. تمام، بالنسبة للجوجل فورم، وأكثرنا طبعا استخدم الجوجل فورم من هل الحضور، يعني بكثرة بسيط، وأيضا ممكن نستفاد من عنده حتى نخلق محتوى أو محاضرة تفاعلية، يعني بس حتى الوقت يعني لا يأخذ من عندنا بالنسبة ليوم الدورة. نزلت هذا الفيديو،
ممكن تنزل المحاضرة مالتك وتقطع. هسه حتى احنا ملاحظين نريد نشوف الفيديو، دراتي صار يعني ما تحب تشوف كل الفيديو، تريد تشوف الأمور المهمة بي، صحيح؟ أكثر من ما أعرف، ما تريد تدخل إلى تفاصيل كثيرة، تشوف الشيء المهم من هذا الفيديو أو ما تسمع المقدمة أو ما تعرف، تريد تشوف تفاصيل، أكو أمور أنت تريد تفهمها من هذا الفيديو. أعتقد الطالب نفس الشيء، حيصير عنده ملل إنه يدخل ويسمع الحكي أو أمور يمكن ما ينتبه عليها. بس حتى نخلي الطالب ينتبه قدر المستطاع، تمام؟ أخلي المحاضرة يصير بها فترات قطع، خلال مثلا كل 5 دقائق كل 7 دقائق أنت شوف المادة المحتوى مالتك وشنو اللي يحتاجه تحب تبينه خلال هاي الدقائق اللي أنت شرحت بيها المادة. أنا حقيقة بس سويت فيديو بسيط لأنه حتى لا ياخذ من عندي وقت أحمله، فنزلت هذه الفيديو بالنسبة لمادة تطبيقات حاسب 1 بالنسبة للكي، شلون نقدر نستفاد من عندها. قسمناها على هذا الشكل، خلينا سؤال إنه هل شاهدت الجزء الأول كامل؟ قطعتها على شكل جزئين، وهسه حنشوف شلون صار التقسيم بالنسبة للجزء الأول والثاني. سألنا وبالمالتي تشويس خلينا نعم أو لا، وربطنا النعم واللا عن طريق إذا تلاحظ هنا الثري دوت اللي هي go to section based on answer بالاعتماد على الجواب، فصار عندي مجموعة سكشنات باعتماد على الجواب اللي اختاره الطالب. فإذا قال نعم راح يصير عندي أكسس على محاضرة لأني سؤال أول وسؤال ثاني، تمام؟ فإذا قال أنا شفت هذا الجزء الأول كامل راح يصير عندي أكسس يشوف السؤال الأول والثاني، تمام؟ إذا قال لا راح يرجع على المحاضرة يشوفها من جديد، تمام؟ بعد ما راح يشوف يرجع يسأله إنه شاهدت المحاضرة أو الجزء الأول كامل، إذا قال نعم نرجع على الأكسس بالنسبة لي السؤال الأول. فبالسؤال الأول مثلا محاضرة أشياء بسيطة إنه تستخدم الأفوان، مخلي عندي ملتي تشويز 2 إنه يا هيلب يا سيف، وبالهيلب والسيف هم نفس الشيء، خليته شنو بيس أون أنسر، يعني إذا جواب كان خطأ راح يصير عندي راح يرجع يشوف الفيديو، إذا الجواب صحيح راح يصير عندي أكسس إمكانية وصول يقدر يشوف السؤال الثاني. فبهالحالة أضمن إنه هو شاف المحاضرة واستفاد منها، والدليل يقدر يعرف يجاوب الطالب. إذا دخل على السؤال الثاني كان الجواب مالته صحيح، بالسؤال الثاني نفس الشيء. إذا قلنا الكنترول بلاس سي خلينا مالتي تشويز، خليت الكوبي والبيست، وأيضا بالاعتماد على الجواب مالته خلينا يكون go to section based on answer. إذا كان الجواب مالته صحيح راح ينتقل إلى الجزء الثاني بالنسبة للمحاضرة مالتي، إذا كان لا لا راح يرجع يشوف الجزء الأول ويفهم وين الخطأ اللي هو صار عنده. ممكن طبعا مو بس راح يكون 2، أكيد هذا مجرد يعني مثال حتى الصورة عندكم تصير واضحة. ممكن تخلي كذا multi choice بحيث يرجع الطالب يشوف الجزء وتأمن انه كان عنده يعني الجواب مالته باعتماد انه شاف الجزء وفهم السؤال وجاوب عليه. طبعا ممكن هنا نخلي الشفل اوبشن اوردر انه حتى كل طالب تظهر عنده الاختيارات بصوره تختلف عن الطالب الثاني، راح تصير راندوملي عشوائيه، يعني ممكن حتى نشوف انه مثلا طالب سال طالب انه الجواب السؤال الاول مثلا قال اي او بي، بس حتى يكون الامتحان نوعا ما رصين ويكون ب يعني يكون كل طالب ياخذ حقه بالنسبه للامتحان او بالنسبه للتعليم الالكتروني. فبعد ما خلص هذا الجزء الثاني اذا كان الجواب مالته نعم راح يروح على مثل ما ذكرت الجزء الثاني، والجزء الثاني نفس الفكره طبعا انه هو يساله شاهد الجزء الثاني كامل، وراح يكون ايضا عند اكسس اذا سؤال اول ثاني ثالث حسب انت طبعا المهيئه للطلاب. نشوف انه هذه المواد مثلا شاف الطالب اليوتيوب، هل شاهدت الجزء الاول كامل؟ مثلا قلت لا، اذا سويت نيكست راح يرجعني على الفيديو، إذا قلت نعم راح يصير عندي نيكس، تمام. إذا ظهر عندي السؤال
إنه مثلا قلت يستخدم الأفوان، نجاوب مثلا خطأ، أقول next، رجعني على الفيديو، راح أضطر أشوفه حتى أعرف الجواب صح أو خطأ. تمام، إذا جواب هسه صحيح راح يكون عندي next، وهكذا إذا قلنا الجواب صحيح الكابي راح يصير عندي access للجزء الثاني، إذا جاوبت خطأ راح أرجع للجزء الثاني أشوفه، وهكذا إلى أن تنتهي المحاضرة. وبعد ما تنتهي المحاضرة ممكن تخلي فد أحسنت أو well done أو شيء فد شيء، بحيث يكون شجع الطالب إنه سوى فد إنجاز من شاف المحاضرة وفهمها وكان الجواب مالته صحيح خلال الفترة اللي استغرقها وفهم منها المادة. يعني هذا أول تطبيق ممكن نستفاد من عنده، نسوي فد محاضرة تفاعلية تكون غير متزامنة بعيدة عن جوجل ميت والزوم. بالنسبة للتطبيق الثاني اللي هو الإيد بازل، الإيد بازل صح يعني شوفه حلو وبيه إمكانية بحيث تكون المحاضرة تفاعلية. هذا تقدر تسوي حساب كلش بسيط، إنه مجرد تكتب الإيد بازل. تمام، ومن الايد بازل اساسا صار عندي حساب رأسي، مجرد انه ساين اوت تسجل حسابك ويسألك انه انت تيتشر او ستيودنت. ما راح تدخل على تيتشر، راح يسألك عن يوزر نيم وباسورد، تكتبهن وراح يصير عندك حساب. كلش بسيط، ما ياخذ يعني دقيقه واحده. فما راح تدخل للحساب الخاص بك كتيتشر، بهالحاله تشوف هذه الواجهه اللي موجوده مثل هذه بالضبط. تمام، ولاحظ انه الشيء حتى انزل المحاضره مالتي واضيف بها محتوى تفاعلي انه اجي على الكونتنت. اوكي، لاحظ اكو كونتنت هنا وايضا الكونتنت على جهه اليسار، فاذا جيت على اضغط على الكونتنت هنا، اذا تيجي تسوي كريت فيديو سوي هسه فيديو جديد، او ممكن ابلود فيديو، انت عندك فيديو مسوي تمام وتريد تحمله مثل ما انا هسه سويت، حتى بس ياخذ من عندنا وقت خليته الفيديو مباشره هنا، او اي بروجكت ممكن اضيفه، او ممكن العام احنا كنا سجلنا يوتيوب تمام حتى استفاد من جهد العام، ليش اعيد المحاضره مالتي؟ اروح هنا على اليوتيوب الموجود اسوي سيرش على القناه مالتي تمام واسوي لها ابلود، راح تنزل عندي المحاضره بواجهه الكونتنت. اوكي، واقدر اضيف عليها مجموعة أسئلة بحيث تكون تفاعلية، أضغط عليها تمام، أضغط عليها حيكون عندي مجموعة options أستفاد منها. أول شغلة اللي أريد أستفاد منها اللي هي الإيديت. ها شنو فائدة الإيديت؟ أجي أسوي تقطيع للفيديو قط. إحنا قلنا إنه حتى يكون الطالب نضمن إنه شاف الفيديو كله، استفاد من المحتوى اللي أنت قدمته له، وإحنا نقدر نتأكد من خلال مجموعة الأسئلة الكات اللي انا راح اسويها. فاذا تلاحظ هنا انا عندي كات، او ممكن اضيف فويس اوفر، او ممكن اضيف كويشن اللي هي مالتي كويشن. فاذا جيت سوينا هنا بلاي تمام، نخلي مثلا محاضرتي اني بس حتى يكون الفكره عندك واضحه، خلينها مثل البابل الموجوده عندي تمام. سويت لها كات، بروح على الكويشن، ما راح اضيف فويس، راح اضيف اسئله مالتي تشويس. فبالمالتي جويس تكتب السؤال، هسه محضرته أني قبل المحاضرة سوينا التيست عليه، تكتب مثلا مفتاح الـ F7 مثلا وتخلي مجموعة أسئلة تمام، ويستمر الكات طبعا إنه تسوي فد ثانية أخرى، أو مثلا وقت ثاني تريد تسوي بيه الكات، وتضيف أيضا توقف مثلا هنا راح يصير هذه الثانية، وتضيف السؤال أو مثلا تخليه هنا وحتى الصورة أوضح تكون، هاي مالتي تشويز كويشن، أضيف هنا أنا السؤال أي شيء إخوان تمام، وأخلي الجواب مثلا أو مثلا نقول سيف. وأكو إمكانية لو مو مجرد أخليها ستاندر إنه أول وحدة لازم تكون صحيحة، لا أجي على هذا تلاحظ الصح والخطأ، أضغط عليه وأقدر أبدل إنه أخلي السؤال الأول هو صح مثلا، والاختيار الثاني هو الخطأ، وهكذا اكو هذه الامكانيه الصح والخطأ، حتى ما تبقى كل
الأسئلة إنه كلها الجواب الأول لازم هو صح، أو بقية الأسئلة تكون لازم الاختيار الأول هو الصح، وهكذا. بعد ما ينتهي الأسئلة اللي أنا ضفتها، طبعا أكون كان إنه هذا السؤال الأول، أكو أقدر أضيف add another answer voice choice، تمام، وأضيف أيضا مجموعة أسئلة. بعد ما تنهي مجموعة الأسئلة اللي أنت ضفتها بالنسبة للمحاضرة، نقدر نسوي finish. وبهالحالة راح تظهر عندي هذه الواجهة. هاي الواجهة اللي من خلالها أقدر أشوف كم كات أنا مسويته، في حالة تحب تلغي مجموعات أسئلة ممكن return back وأسوي فالتعديل بالنسبة للمادة مالتك أو الفيديو اللي أنت ضفته، أو إذا أنت تشوفه مناسب تمام راح يحتاج edit راح أسوي له أسهم. بهالحالة وين صار عندي الأكسس؟ أقدر أدخل إلى الكلاس روم. هذا يعني السبب اللي يفضلون بالإيد بازل عن التطبيقات الأخرى، يعني إذا يحتاج بروسيس مباشرة هو بيفت أكسس بالنسبة للجوجل كلاس روم، فشي مكمل بالنسبة للجوجل كلاس روم. فمبدئيا أنا عندي موجودات هنا الكلاسات اللي أريد أسوي بها أساين. في حال إنه أنت ما موجود عندك، مجرد تضغط على الآد نيو كلاس ما موجود عندك، تفعل الكلاس الجديد وأضيفه ضمن هذه الليست. نختار أول واحد التست، تمام، ونشوف بالجهة الثانية إنه start date، أي وقت تريد يظهر هذا المحتوى التفاعلي، تمام، الوقت اللي يكون due date ممكن تحدده، وهذه بـ prevent skip، يعني يفتح المحاضرة مالتك إنه تفضل ما يروح على الدقيقة اللي بعدها أو الثانية اللي سويت فيها كات إلا أن تضمن إنه جاوب صح. فمن يجاوب صح راح يصير عنده استمرارية بالفيديو. إذا جاوب الجواب خطأ، تمام، راح يرجع على الفيديو لازم يشوفه حتى يجاوب يكون الإجابة صحيحة بالنسبة للسؤال اللي أنت خاله. فإذا خليتها أوف لا راح تستمر المحاضرة، ما راح يكون أي محتوى تفاعلي بالنسبة لي أنت ضفته البابل أو القطع اللي موجود هناك. فنسوي أساين، تمام، ومن الأساين تقدر هنا طبعا الإيديت أساين فيديو حتى تسوي رينيم بالنسبة لي الاسم اللي أنا محضرته إيديت نيم، تمام، إيديت بالنسبة لي أسئلة أشوفها ممكن، وبعد أن تنتهي أقول فينيش، أوكي. وبعدها نقدر نقول بوست مباشرة هنا on Google Classroom، راح تشير عندي بكلاس ووك التاب الثاني اللي هو الواجب بالنسبة لتطبيق Google Classroom. هنا إذا حبيت تضيف ديت أو تسوي ووتش تلاحظ التفاعل طلابك، ممكن أشوفه هنا التفاصيل بالنسبة للستودنت وبالنسبة للكويشن. فنجي هنا نسوي امبورت، بوست راح يكون عندي للجوجل كلاس روم، ما اعتقد راح ياخذ وقت بس نشوف على التيست. هذا هو ظهر عندي، تمام، اللي هو الفيديو اللي انا ضفته بالايد بازل، تمام. أنا مثل ما ذكرت إنه قسمناها إحنا الكلاس ووك بطريقة بحيث يكون إمكانية الوصول مرتبة والطالب يوصل إذا كان واجب أو حضور بسهولة، ويكون أيضا الواجهة مريحة للطالب. فبهالحالة ظهرت عندي مجرد أضغط على الثري دوت الموجودة أسوي لها إديت وأحولها وين؟ بالتوبيك اللي أنا حضرته اللي قسمناه، هذه مجموعة توبيك أحولها مثلا صار اختبار عندي هذا، أو مثلا محاضرة فصل أخليه بالفصل الأول مثلا حتى يكون عندي مرتب الواجهة بالنسبة للمحاضرات أو لكلاس ورك، ونخلي عليها سيف. أو تريد تضيف رينيم بالنسبة للتايتل تغيره لغير الفيديو، أو ممكن تخلي فد فيديو سبورت من الإنترنت يوتيوب تشوفه مفيد وشاركه مع طلابك، ممكن نسوي له هنا بدري نيم أو ملاحظة هنا بالإنستركشن، ممكن أنت تذكر هذا الشيء. وهنا ممكن بعد الجريد مثل ما ذكرت بالإعدادات الخاصة حتى أضمن أنه صار عنده جريد للطالب بالنسبة للحضور أو الواجب أو أي شيء أنت محاضره، تمام. فمن أختار مثلا الحضور أو مثلا امتحان، حتى نكون هنا امتحان مثلا وهنا نخليه اختبار،
تمام، حتى يكون الدرجة تروح للاختبار. وهنا إمكانية إنه تختار كل الطلاب أو تحدد طلاب معينين، إذا تحب مثلا تقسم جروبات، مثلا إذا بالجزء العملي دز يعني مجموعة معينة حسب اللي أنت تريد أو المهمة اللي أنت تريد تقدمها لطلابك. وبعد راح أسوي سيف، راح يتحول عندي بعد التوبيك اللي هو الاختبارات. الاختبارات هذا هو الاختبار، تمام، راح يظهر بعد هذا التوبيك. تمام، هاي إن شاء الله باكر راح ندخل بها بالتفاصيل. إذا كانت ماتيريال أو الأساينمنت، بما إنه هسه إحنا حكينا على الماتيريال، إذا كان مثلا الفايل أو بي دي إف برزنتيشن مثل ما كانت بالبداية استعمالنا بالنسبة للجوجل كلاس روم، على كريت الماتيريال، تمام، أضيف التايتل معين. إذا كان عندك ملاحظات أو فد أمور تحب تذكرها للطالب ممكن تكون هنا. إذا تريد تضيف مثلا يعني فد شي سبورت، إذا كان لينك أو فايل أو يوتيوب أو ممكن من الجوجل درايف نفسه فد شي أنت محضر طلابك، أو ممكن تسوي كريت بالنسبة لي عادة نحتاج فورمة الحضور، ممكن مباشرة نيجي على الفورم هنا، أو ممكن نضيف دوز إذا أنت تحب تسوي عمل أو فشي تفاعلي عمل جماعي، ممكن تسوي دوز أو سلايد أو من الأمور اللي أنت تحتاج تضيفها بالجوجل كلاس روم. إذا جينا على الواجهة الثانية إنه الفور، كل الصفوف اللي أنت بها التيشر راح تظهر بها هنا، وتقدر تختار الصف المناسب. بالنسبة للستيودنت مثل ما ذكرت تقدر تحددهم فد عدد معين، وايضا التوبيك تقدر تختاره بحيث يكون عندك منظم، وراح تروح على الماتيريال تحت اي توبيك سواء كانت اختبار ماده وهكذا. اذا اجينا على الاوبشن اللي موجود هناك ممكن يكون طبعا هم يتفعل اذا اللي كتبنا فد تايتل معين، راح يصير هنا اكتف، تمام، فيكون اما بوست مباشره بنفس الوقت، او ممكن سكيدجول تخلي توقيت زمني يعني حتى تضمن مثلا ياخذ الطريق او ممكن الزحام ما راح تصير تصل الجامعة بهذاك الوقت، حتى تضمن أنه الامتحان أو مثلا المحاضرة تنزل بوقتها، تمام، ممكن يسوي السكيدجول، أو ممكن يسوي مجرد درافت، أو مثلا ديسكارد بالنسبة للدرافت، تلغي كانسل بالنسبة للماتيريال. يعني هذه بصراحة كثير من الأمور الموجودة بالنسبة جوجل كلاس روم، واجهة التدريسي، كل هذا نقدر نقول بأنه غير متزامن لحد الآن، ما دخلنا في شيء أو تطبيق متزامن. أكو مجموعة تطبيقات هي أحب أشاركها وياكم بالنسبة لتطبيقات يمكن نستفاد منها بالنسبة للجانب العملي. أنه أكو تطبيق أعتقد بالنسبة لاختصاصات الساينس، أكو الساينس جورنال، من خلالها تكون مفيدة بالنسبة للتجارب، الصوت، الضوء، الحركة، وأكو أمور ممكن تشوفوها بالنسبة لهذا التطبيق. أكو تطبيق هذا اللي هو السقراط، يمكن يفيد الطلاب من ناحية الرياضيات، يشرح فد مسألة معينة أو يبينها. حقيقة اللي شفته أنا استفادت من عنده بالتدريب الصيفي، تعرفون إحنا طلابنا ما عندهم لابتوبات يعني حسب إمكانيات كل طالب، فاستخدمت تطبيق اسمه تينكركاد، هذا مفيد بالنسبة للإلكترونيك وجماعة الكهرباء، كان جدا مفيد بالنسبة لي خلال فترة التدريب الصيفي. تقدر تسوي أي يعني مشروع بسيط سيميوليشن، بدل ما تنزل بروتيوس ياخذ كذا جيجا من الحاسبة، هذا يوصل الطالب المشروع أو السيميوليشن بطريقة سلسة وإمكانيات أيضا حلوة يقدر يستفاد منها عن طريق التليفون، اللي هم أغلبيتهم عندهم تليفون. لهنا طبعا أنا أتوقف، وأنا آسفة جدا لأنه طولت، يعني هواي أمور صراحة نقدر أريد نشاركها وياكم. أفتح الشات إذا كان أكو فد سؤال نسمع.